ولينا a car traveling along the straight portions of the road. يعني ده straight portion من هنا لهنا. straight portions of the road has the velocities indicated in the figure. when it arrives at points A, B and C. يعني هنا السرعة طبعا مش باينة 20 متر بير سكند. وهنا 20 متر. هنا 30 متر بير سكند. وهنا 40 متر بير سكند. يبقى دي 30 متر بير سكند. 40 متر بير سكند. وهنا 20 متر بير سكند. الاتجاه اهو. الاتجاه مايل ب 45 درجة. 45 درجة اتجاه افقي. طيب. بيقول لنا خد من A ل B if it takes 3 seconds to go from A to B. من A ل B خد 3 ثواني. and 5 seconds to go from B to C. طيب determine the average acceleration between points A and B مرة ومرة A و C. يعني فرق السرعات على فرق الزمن. هنغير اللون كده نقول وعايز الـ average acceleration يبقى acceleration average بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا V على دلتا T. فلو قلنا A من A للـ V بتساوي هتساوي بقى ايه؟ الـ VA الـ VB ناقص الـ VA. الـ VB بتساوي كام؟ بتساوي احنا عندنا 30 بس مايلة فـ 30 كوساين 45 I زائد 30 ساين 45 جي. هذه السرعة عند البي. طب السرعة عند الاي؟ السرعة عند الاي في اتجاه افقي بس يبقى 20 اي. كل ده على الزمن فرق الزمن اللي هو قال لي 3 ثواني. وبالتالي بيساوي يلا نطرح كده ونقسم على طول على 3 فهيكون 30 كوساين 45 ده اتجاه الاي ناقص 20 نقسم على 3 فطلع الجواب معانا 0.404 طيب بالنسبة للجي مفيش الا 30 ساين 45 تقسيم 3 ثواني فطلع الجواب 7.07 جي متر على السكند سكوير. ده الاكسلريشن الافرج اكسلريشن من الاي للبي. طب الافرج اكسلريشن من ال A للسي هنقول بقى كده اللي هو سرعة السي ناقص سرعة ال A. السي كلها 40 في اتجاه ال I سالب ال A 20 في اتجاه ال I على الزمن بقى الكل كام؟ 3 زائد 5 يعني من ال A للسي راح في 3 ثواني لغاية ال B و5 لغاية السي فنقول 3 زائد 5. طيب وبالتالي خلينا نشيل النقطة دي عشان ما نسمع. فنقول 20 40 20 20 20 على 8 يطلع الجواب 2.5 متر على السكند سكوير. يبقى احنا كده حسبنا الافرج اكسلريشن بين الاي والبي مرة وبين الاي والسي مرة. ويفضل تحط علامة المتجه على الاكسلريشن لانها ايه؟ متجه.